ناخذ اذا في البدايه رح نتطلع على الدايركشنال كنترول فالف نيوماتيك. رح اطلع على الاصطلاحات الكونفنشنز والكومبوننتس تبعت الدايركشنال كنترول فالف. هذا في له تو بوزيشنز ورح ناخذه هون بالحاله هاي انه بيشتغل على تو سولينويدز. فعندي سولينويد من هون والسولينويد من هون. هلا الاصطلاح اللي رح ناخذه في هاي الماده وفي هذا المختبر مش شرط هو نفس الاصطلاح في كل مكان، انه اذا اشتغل هذا السولينويد رح يكون هذا البورت اكتف او هذا الجزء اكتف، واذا اشتغل هذا السولينويد رح يكون هذا الجزء هو اكتف من هون. وراح احط انا هون الفلو دايركشنز تبعت الفلو فهذا جزء، وهذا راح اسميه مثلا السولينويد فال نمبر 2. والسولينويد هو عباره عن كويل، والكويل هذا لما بعمل له اكتيفيشن بحرك وبيجذب جزء معين شيء فيرومغنتي، وهذا راح نسميه واي 1 سولينويد واي. وراح نفترض انا عندي انه فهذا السولينويد لما يكون هذا السولينويد شغال يكون هذا جزء من الدائرة هو الاكتف، وهذا ولذلك انا راح افرجيه في الانيشال كونديشن تبعه، راح اسمي هاي النقطة وهذا هاي نقطة واحد، وهون راح نحط مصدر كومبرست اير، يا اما كومبرسر يا اما سورس اوف كومبرست اير. فهذا واحد، وهذا الكونفنشنز رح نستعمل نفس الكونفنشنز اظن اللي انتم عم تستعملوها في التجربة او في المختبر. مضبوط، هدول اثنين واحد واثنين، وهذا رح نرقمه هون ثلاثة. طبعا هذه كونفنشنز زي ما حكيت مش شرط انها مش شيء لازم تتبعوه، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة. فمعنى هذا انه اذا كان شغال هذا السولينويد فالف اللي هو واي 2 رح يصير هذا الجزء او هاي الجهة من السولينويد هي اكتف، وصارت هاي جزء جهة من السولينويد اكتف معناها ان البريشر اللي موجود في واحد راح يطلع من بورت اثنين او من خط اثنين، والفلويد اللي راجع من اربعه راح ينزل على الاكزوست. فهذا هون اكزوست، في حين اذا كان سولينويد واحد اللي شغال راح يكون عندي هذا هو الجزء اللي اكتف، وهذا الجزء هذا الجزء اللي هو اكتف. فراح يصير عندي فلما يشتغل واي 1 راح يصير هذا الجزء كانه هذا الجزء هو اللي راح يصير اكتف، راح يوصل واحد واثنين وثلاثه واربعه بهاي الطريقه. في حين لما يكون واي 2 شغال راح يكون فهذا هون زي ما هو مرسوم هون هو الانيشال كونديشن. اذا دايجرام شون از ذا انيشال كونديشن، يعني راح نعتبر انه هذا هو الكونديشن راح نبدا فيه حسب ما هو محطوط الدايجرام بهذا الشكل. وبعدين انا رح نفترض هون انه هذا موصول بالرود اند تبعت السلندر، وهذا موصول في الكاب اند تبعت السلندر. واذا متذكرين احنا لما حكينا عن السلندر سمينا رود اند وكاب اند، وقلنا اذا هي السلندر من هون هي البستون، وهي الرود تبعت السلندر، وهاي سميناها رود، وهذا بستون، وهذا هون كانها كاب، فهاي صارت الكاب اند وهاي هي الرود. الكل فاهم شو يعني كاب؟ ايش يعني كلمة كاب في الانجليزي؟ طيب. فعندي هون راح يكون في بورت، وهذا هو دبل اكتنج سلندر، ففي تو بورتس. فهون لما نقول انه الرود اند، الرود اند بنوصلها بهذه الجهة، فبكون انيشالي الكونفنشن انيشالي all cylinders are retracted. Retracted يعني مسحوب هذا داخل لجوا الرد وداخل لجوا، حتى ممكن نرسمها بهذا الشكل هيك. Extended يعني بتكون طالع منها. فنطلع على هاي، شو معنى هلا هذه من هون؟ معناها انه هذا السولينويد ممكن اشغله كهربائيا، اذا شغلته كهربائيا رح يصير هذا جزء من الدائره هو الاكتف. هلا رح ارسمه هناك وهو هذا اكتف. لكن هو الوضع الحالي هذا الجزء هو اكتف، فهذا الجزء هو اكتف عامل هذا الروتينج. الروتينج عارفين شو كلمة روتينج معناها؟ لما نقول كلمة روتينج أو روت، روتينج معناها هاي هي المسارات اللي هو مرتبها، فهو مرتب المسار هذا بحيث إنه واحد رايح على اثنين وأربعة نازل على ثلاثة، فإذا واحد راح على اثنين معناها رح يصير في عندي بريشر على اثنين، وهذا رح يروح على الرود إند، إذا راح على الرود إند رح يدفش الرود هاي. رح تضل الرد هاي ماشي لحد ما بالاخر تضطر توقف مش هيك؟
ليش؟ لانها بتضرب تضرب بسبيجت، شيء بنسميه سبيجت او شيء بيكون في فرزه موجوده في داخل السلندر هاي، ها فاهمين فرزه يعني سبيجت بالانجليزي بنسميها، فالفرزه هاي بضرب فيها البستون خلص بطل يقدر يرجع اكثر من هيك. وفيش حاجه نحط بريشر ريليف فالف في الهيدروليك في النيوماتيك سيستمز لانه مش خطر لو ارتفع الضغط، ها ففي بالهيدروليك بصير عندنا مشكله بصير في تسريب. هلا اذا اشتغل واي اذا اشتغل واي 1 راح يعمل اكتيفيشن لهاي الجهه من الدائره، فكانه هذول النقاط راح يصيروا هون وهذول النقاط راح يصيروا هون. نرسمه لو كان هلا واي 1 اكتيفيتد، فلو كان واي 1 اكتيفيتد راح يصير عندي شكل الدايركشنال كنترول فالف بهذا الشكل من هون، راح يضل هذا السيلولويد مرسوم هون والسيلولويد هذا مرسوم هون، بس راح يصير عندي الان الخط هذا اللي طالع من هون لهون هذا راح يصير واحد وهذا اربعه وهذا راح يصير اثنين وهذا راح يصير ثلاثه وهذا روح هاي الاكسوست وهذا يجي من الكمبرسر، وهذول طبعا راح يضلوا الخطين هون بس هذول ان اكتف هلا بالحاله هاي لانه انا مشغل واي 1 اكتف، في حين هذا واي 2 اكتف في الحاله هاي اللي موجوده هون. بعدين هلا من هون حطينا واحد راح يطلع، اذا وديت الان هذا اذا وديت اربعه، اربعه كان رايح للكاب اند، فاذا راح للكاب اند اربعه واشتغل وصار عليه بريشر ايش راح يعمل في السلندر؟ راح يدفشه، راح يرجع الفلويد مش نفس الفلويد او الاير من هون، راح يرجع باثنين وبعدين راح ينزل على الاكزوست، فراح نقول هون انه هذا رد اند وهذا هون كاب. هذه كونفنشن، هلا ممكن تلاقي في كونفنشنز مختلفه بس على الاقل انك تكون فاهم شو الكونفنشن اللي احنا عاملينها من هون. هلا انا حكيت لمهندس رشد انه ممكن في بعض البرامج تفترض انه هذا لما يكون اكتف بشغل هذا الجهه وهذا لما يكون اكتف بشغل هذا الجهه، ممكن تعرفوا الكونفنشن اللي موجوده عندكم. هذا نفس الكونفنشن استعملتوه هيك مضبوط ولا انا عكسته؟ لا